بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة مشاهدينا الأعزاء، متابعي شاشة دي ام سي سبورتس في كل مكان أينما كنتم، أسعد لوجودي مع حضراتكم للتعليق ولص تفصيل الأحداث المباراة الهامة في ختام مباريات المجموعة الرابعة لكأس العالم العسكرية المقامة بسلطنة عمان الشقيق. مباراة منتخبنا الوطني العسكري في مواجهة الشقيق العربي السوري. كل منيات الطيبة لمنتخب مصر، بالتوفيق إن شاء الله. منتخب مصر تاني المجموعة 4 نقاط مباشرة خلف المنتخب السوري. وادي الأسامي أمام حضراتكم: منتخب مصر عواد، رجب بكار، أحمد سامي، الونش، عاصم صلاح، حسام عاشور، أحمد توفيق، نور السيد، مؤمن زكريا، أحمد الشيخ، وعمرو جمال. منتخب سوريا الشقيق: أحمد مدنية، عز الدين عوض، عبد الملك عنيزان، حسين الشعيب، وأحمد حسام، زكريا الخضور، ومحمد الواكد، سمير بلال، مؤيد الخولي، أسامة أمري، ومحمد حمدكو. دي تشكيلة أيضا بالنسبة لفريق سوريا العسكري الشقيق. سوريا متصدر 6 نقاط، حكم الساحة السيد يعقوب عبد الباقي، طاقم حكام عماني، وبيساعدوا حمد الغفري ورشاد الحكماني، والحكم الرابع ذكري الهناني. جهاز الفني منتخب السوري بقيادة أنس مخلوف، هو مدرب نادي الجيش على فكرة بالمناسبة، وبيساعدوا فراس خليل وأحمد نايف حراس وأحمد إياس لياقة، إنما الكابتن محمد عمر، عميد أحمد المهدي، كابتن محمد نور، صلاح أبو جريشة، محمد مختار، سيد السويركي، والطاقم أيضا بالنسبة لمنتخب مصر العسكري اللي بيسعى أكيد للفوز باللقب. عندنا 5 ألقاب في البطولة دي، وكان فاز منتخب مصر الماتش اللي فات على كندا 4-0، تذكروا حضراتكم، بأهداف عيد عبد الملك من ضربة جزاء، وحسام باولو، وأحمد الشيخ، ومؤمن زكريا. وكنا تعادلنا في اللقاء الأول مع بولندا 1-1، كان سجل أحمد الشيخ. منتخب مصر بالتيشيرت الأبيض، شورت الأبيض، جالية مصرية كبيرة ما شاء الله، جالية بالنسبة لنا كبيرة في سلطنة عمان الشقيق، استاد بوشر، مجمع بوشر بمسقط، كلهم رايحين طبعا يأزروا المنتخب، قلت لحضراتكم لأنه في طريقنا منتخب الجزائر وألمانيا. جزائر أول مجموعة، الثانية اللي هي سكتها أو طريقها في مواجهة منتخبات المجموعة الرابعة اللي فيها مصر وسوريا وكندا وبولندا. بولندا نقطة وحيدة، كندا خرجت من اللعبة خلاص. المباراة دي محددة طبعا لشكل المجموعة. منتخب مصر لو فاز إن شاء الله يبقى 7 نقاط يبقى الأول، تعادل يبقى مصر تاني المجموعة، لأنه سوريا في الحالة دي هتبقى 7 نقاط على مصر. كبير ما شاء الله، جالية يعني عاملة شغل رائع، إضافة إلى امتلاء جنبات الملعب والأصوات اللي تحرك الصخر زي ما بقول، راحوا عشان يأزروا منتخبنا في مهمة وطنية. نتمنى توفيق إن شاء الله، وشكل الجماهير المصرية العظيمة في كل البلاد مش في مصر بس، إنما هي خارج مصر أيضا بسلطنة عمان الشقيق. محمد عواد لسه بيظبط الشباك، يبدو إنه كان فيها مشكلة، فحكم المباراة والحكم الرابع وعواد بيعملوا لها بعض الإصلاح عشان تبقى الأمور مستقرة. بينما زي ما قلت لحضراتكم سوريا الشقيق فاز على كندا 3-0 بأهداف زكريا قدور، محمد الواكد، ومؤيد الخولي، وكان فاز 1-0 على بولندا في الماتش الأخير بهدف محمد حمدكو. حضور جماهيري مكثف، شكل الجماهير طبعا رائع رائع، ودي جماهير سوريا الشقيق أيضا برضو، حي أشقائنا السوريين لأن بيحضروا المباراة في استاد بوشر بسلطنة عمان. ملعب جميل بشكل العام جميل. قلت لحضراتكم إن الجزائر اتصدرت المجموعة الثانية عشان نخلي بالنا. منتخب الألماني العسكري جه في المركز الثاني، فبالتالي منتخب مصر ان تصدر يروح لألمانيا، بينما لو جينا في المركز الثاني نروح للجزائر. صفر يعقوب عبد الباقي، كل الشكر للنجم محمد بركات، كباتن حسن مستكاوي، زكريا ناصف في التحليل على افريقيا،
ومن افريقيا بنتحول عسكريا للبطولة العسكرية. عادل كابتن محمد عمر لأعاد حسام عاشور النهاردة بيبدأ بيه. توفيق كان شارك في جزء لما أصيب محمد أشرف، وعاد مؤمن زكريا عشان يبدأ، وعاد عمرو جمال، واستعاد رجب بكار، واستعاد عاصم صلاح مضطر ده لأنه بيلعب كل يومين ماتش. توفيق ادي البودة لباول، ونجيب مصاب، ومحمد أشرف بنقول على طول يمين، يطلع رجب بكار يلعبها لورا لعمرو جمال. صوت الجمهور، ايه الروعة وايه الجمال ده، صوت الجمهور يا جماعة أكثر من رائع الحقيقة. صوتهم هنا بالأغاني والأهازيج والطبل شيء رائع. رجب بكار وكعادة جمهورنا العظيم في أي مكان ده، حتى يا أخي بطولة العالم لكرة اليد في فرنسا، الجالية المصرية الكبيرة في فرنسا كل مباراة، برضه بنهني منتخبنا لبلوغه دور الثمانية. أدي عاصم صلاح لكن تخبط في الباك اليمين مؤيد الخولي وتخرج لبره الملعب. نروح على فكره المنتخب السوري هو نادي الجيش السوري، معاه لعيب بس من خارج نادي الجيش اللي هو نمره 6 اسامه عمري هداف نادي الوحده بدمشق، فيما عدا ذلك فهم نادي الجيش كانه جه مباشره باكمله عشان يلعب الدوره دي، ومديره الفني وجهازه بقياده انس مخلوف مدير الفني ايضا لنادي الجيش السوري. الجيش السوري كابتن طلعت يوسف كابتننا الكبير فاز معاهم بالدوري قبل كده في سوريا بالدوري العام. قول على طول مؤمن زكريا عرض الملعب، جرب يا نور، جرب يا نور لكن تخبط وتخرج في نمرة 4 المدافع اللي هو حسين الشعيب. ادي نور السيد القائد، خبرة وتجربة كبيرة، جونا لنادي الزمالك، الدفاع الحسني مع الكابتن حسن شحاتة في المغرب. والله كانت رايحة يا نور، والله كانت رايحة يا نور، وكنا هنقول لك نور على نور. وعاد بعد كده نور السيد لإنبي قبل ما يستقر مع نادي الاتحاد السكندري سيد البلد هذا الموسم. تتلعب لكن يشيل حسين الشعيب، ترجع تاني بداية مصرية أكثر من رائعة فيها القوة في الأداء، يعمل الفنت لكن لازم يكون ظابطها هنا مؤمن، ضغط موجود، يرجع يا السلام يا عاشور، حسام عاشور في حد واقع ولا ايه؟ او في حد اشتكى؟ هنشوف. اتلعبت اهي، كان مكمل عمرو جمال عايز يرجع الغزال بكل تاكيد. في اللي اشتكى هو عاشور، سلامات يا حسام، اتمنى السلامه لكل لاعبتنا بكل تاكيد، ده الاساس. نزل له الدكتور محمد شيحة، كابتن ممدوح عبد الجبار برضه من العناصر الأساسية، المدير الإداري كابتن يسري عرفان، ومعاه محمد مختار منسق العام، العقيد خالد رزق، ومدير المنتخب زي ما قلت لحضراتكم عميد أحمد المهدي هو المشرف العام على الكورة في نادي طلائع الجيش، الكابتن الكبير محمد عمر اللي عنده لقبين في البطولة دي 99 و2001 كمدير فني، عواد شارك الماتش اللي فات، عواد الهاني سليمان هو اللي كان شارك مباراة الافتتاحية، نور عمرو لكن يرجع يدي خطأ يعقوب عبد الباقي، ورايح نور السيد بمنتهى الروح يعتذر. فازوا لعبوا الجيش مباراتين في الدوري السوري، فازوا على النواعير وعلى الوحدة، هو الفريق ده زي ما قلت نور ما يقصدش طبعا لأنه طالع عامل التيك اوف، انما هذا لا يعفي زي ما قلت لحضراتكم من الإهمال، بند الاهمال نخلي بالنا منه دايما. ادي بدلاء منتخب سوريا، شقيق تتلعب لكن تروح سهله العواد، هي دي الكل المتابعين قالوا ان دي المباراه الاقوى فنيا. ليه؟ ما بين فرقتين على مستوى عالي، منتخب مصر بما يضم من نجوم لها باع طويل واسامي مميزه، ومنتخب سوريا بما انك بتجيب نادي الجيش السوري زي ما هو كده من الدوري، فريق منظم، فريق عنده تكتيك وعنده جهاز فني بكل التاكيد. معاهم بس أسامة عمري طويلة طويلة فيها فكرة، أحمد توفيق يعمل الزيادة مظبوط كده لأنه هو كابتن عمر يعني بادئ بالشكل التحفظي شوية لحد ما يشوف ظروف وأجواء المباراة، ففضل يلعب بثلاثة في قلب وسط الملعب. قلت لحضراتكم فرقة سوريا فريق جيد، طويلة ما يلحقش توفيق، فلعب بعاشور وتوفيق ونور السيد، هنا ممكن يبقى دور الزيادة في توفيق
او في نور، واللي يثبت حسام عاشور في مركز 6 او لاعب الارتكاز الكتر الاساسي. احمد مدنيا هو حارس مرمى الجيش. الله منظر رائع، الله منظر رائع يا جمهور مصر العظيم، تقول ايه، شيء رائع رائع الحقيقه. عمرو جمال ضغط موجود باعاقه، صافرة المنتخبات العربية ماشية كويس، جزائر بحرين و منتخب قطر حاضر برضو، منتخب السوري هنا، منتخب سلطنة عمان، وسلطنة عمان بتلعب بعديد اللاعبين المميزين تتلعب. اوه يا راجل تاني لسه فيها خطرة، فرصة كبيرة كبيرة يا غزال يا مؤمن. ادي محمد نور، اللي ما شافش محمد نور لاعب وسط لا يشق له غبار مع سيد البلد مع نادي الاتحاد السكندري، وكان زي ما بيقولوا كده فردت محمد عمر باستمرار في الملاعب، ولما اتجه محمد عمر للتدريب كان محمد نور معاه في جولاته. نفس الكلام لما بنقول على محمد ابراهيم مع كابتن طلعت يوسف او مع عديد الاسماء، دوح محمدي مع كابتن حلمي، تشوف شوف عمل الاسيست ازاي يا مؤمن يا زكريا، قلشت جه ياخدها تاني وعمل الفولو. هل كان في تسلل بقى لانه كانوا بيرفعوا ايديهم لعيبه سوريا طويله اماميه، انما بكل تاكيد يجب ان نحيي منتخب سوريا انه وسط الظروف وفي خضم الظروف الصعبه دي الا انه كان حريص انه يشارك و يلعب في نهائيات البطولة. نور السيد على الأرض، عاشور في اليمين، بكار، نادي سموحة رجب اللي كده من الداخلية كان واحد من اكتشافات علي عبد العال. يا سلام يا نور على التنويعة الحلوة، سلام يا عاصم، يا صلاح يلحق يلحق، إنما ضغط كويس أوي الباك رايت مؤيد الخولي ده، ما أعتقد الراية كانت من بدري. سيادة السفير أهو في الصورة اللي في النص ده، سفيرنا في عمان سفير صبري مجدي اللي قريب من البعثه باستمرار ودايما حريص برضه ان هو يذلل اي عقبات، وان كان مفيش عقبات كل امانه، شقاء في عمان هناك تنظيم على اعلى اعلى مستوى. بطوله اللي برعايه السيد شهاب بن طارق استشار السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. نور لازم ننقل اسرع، انما تحسوا حضراتكم البدايه سريعه، واخدين زمان مبادرة. احمد سامي واحد من اكتشافات برضو، ايهاب جلال مدربه في التليفونات وجابه من التليفونات للمقصة عشان يصبح من ابرز لاعبي الدوري الولد ده. نور مخطوفة، عبد الملك عنزان، مؤمن، عاصم صلاح، مؤمن زكريا، ده كلام سليم ان مؤمن ينزل يستلم لان مؤمن يقدر يعمل ده بشكل كويس ويقدر ينقلنا بشكل كويس. نور السيد القائد، احمد سامي، غياب القائد الاساسي طبعا احمد عيد عبد الملك جالس على مقاعد بدلاء، بكار حلوه بالفنت، الشيخ سجل الشيخ هدفين، هدف بولندا كان هدف العوده وجاب جون حلو بعد كده في ماتش اللي فات امام كندا. تاني المحاوله، ده ايه ادى ايه الجمهور مع الصفاره، لكن قال ان فيها سيميليشن من الغزال، هنشوفها تاني اكيد، تشوفها تاني اهي، هنا بيشد وهناك بيشد، ويعقوب عبد الباقي قال ان شدت عمرو جمال اوضح مع رقم 12 المدافع اللي هو زكريا الخضور اهو، يعني اللي يشوف اللقطة الأخيرة بس الختام يقول عمرو جاب خطأ، إنما في البداية كان في خطأ. الدفعة موجودة مظبوط، أحمد سامي اشترك بقوة، عبد الباقي صح الدفعة في ظهر 16 أسامة عمري، ضربة الحرة تتصلح سمير بلال، وسمير بلال يلعبها حلوة حلوة تترد بتاع الخطورة. يا سلام يا عواد، يا سلام يا عواد، انقاذ رائع يا ولد رائع، محمد عواد في الميعاد، دور سعفان الصغير تقدرش تنساه، مدربه في النادي الاسماعيلي الحقيقة
ادي الجاليه السوريه الاشقاء في سوريا برضو لعب على طول تاني في الجول، يشيل احمد توفيق قبل عواد. الشيخ مشي يلعبها، جات له تاني لكن واقفين كويس اهو بنظام منتخب سوريا. احمد مدنيه قلش التخطيطين لكن بيقول له في حد واقع بيظهر لي كده بيشور. شوفوا اتلعبت ازاي، فيها فكره، ادي الكلام اللي قلنا عليه وردها لورا واتلعبت حلوه، لكن برافو عواد. طار محمد عواد البدايه من سمير بلال، وادي التكمله من نمره 20 عبد الملك عنيزان، ثم التسديده اهي انتهت بتسديده حلوه من محمد حمادكو. محمد حمادكو صاحب هدف الفوز في ماتش سوريا وبولندا، واقع لسه نازل له طبيب المنتخب السوري الدكتور منصور الشحاف. سلامات جمهورنا العظيم في مدرجات استاد بوشر اللي بيزين جنبات الاستاد، بالاضافة الى اشقائنا السوريين اهم برضو حاضرين وجايين يشجعوا المنتخب السوري اللي اقول تاني يحيى لانه شارك بغض النظر ينافس في البطولة او لا، لكن مجرد المشاركة وسط الصعاب ووسط الظروف دي شيء رائع. هيردها تاني لاعبتنا، ادي الكابتن انس مخلوف مدير الفن المنتخب سوريا ومدير فن النادي الجيش كمان السوري، وادي محمد نور في الصورة شاعرين بمسؤولية اكيد. اي حد بيرتدي تيشيرت منتخب مصر تقول لي بقى منتخب اول وطني، كل التوفيق الليلة ان شاء الله مع اوغندا او منتخبات الشباب او الناشئين وصولا للمنتخب العسكري اكيد. واذا كنت بتتكلم على المنتخب العسكري كمان فلازم تشير الى الانضباط والالتزام والجدية، طبيعة المقاتل المصري او الرجل العسكري دايما عبر التاريخ وعبر الازمنة. الونش نور جت وراه ما ظبطش تترب. محمد الواكد ضغط موجود يجيبها، يدي فاول من توفيق، اعتبر في تدخل، لا في تدخل من البداية. يعقوب بيقول له من البداية من اللعبة الاولى قبل ما توصل للواكد لازم نسرع اللعبة اكتر. الشيخ مايل في الجبهة المفضلة هناك، طلع له بكار، يمشي الشيخ يسند، اتأخرت، ياخد حمادكو، يبدأ حمادكو الماتش حلو حماسي سريع لكن طويلة المرة دي، استعجل حمادكو. الواكد بيقول له على مهلك، توصل لعواد، انقاذ واختبار هو الاهم من كرة محمد حمادكو، هي الفرصة الاخطر في اللقاء. رجب بكار يعلي، يرد زكريا الخضور، سمير بلال، ايه الحكاية بقى، الناس عمالة تقع، حد وقع تاني ولا ايه؟ راجل يبدو لي كده في ايه، عنده شد ولا بيشتكي من حاجة الخضور. زكريا من العناصر المميزة طبعا في تيم ايضا الجيش السوري، الواجهات العربية دايما بتكون حماسية، الدراسة المصرية للغات بمسقط صورة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. قلت لحضراتكم أجواء جميلة بين الإخوة والأشقاء بكل تأكيد. ياخد مؤيد الخولي حمادكو، مزعج متعب، يمشي يستنى ويرجع ورا سمير بلال العقل المفكر. شوف السرعات بتاعت سمير اهي، لكن برافو يا بكار، ضم كويس وبذكاء عاصم صلاح، يطلع من هنا ويلعب لنور، يا ولد يا نور بترقيصه ويبدا على الارض حلوه عند عاشور، يمشي حسام ويسند للشيخ، والشيخ لبكار، نادي سموحه لعاشور، وعاشور يفتح اللعب، عاصم صلاح، يبدا عاصم صلاح بيدور يدي مين، كانت البدايه اسرع من كده. الونش احمد سامي، يمشي احمد، الشيخ، ثنائي المقصه بالمنتخب العسكري احمد سامي واحمد الشيخ، كان الشيخ معار من النادي الاهلي، تخبط تاني في حمادكو
وتخرج بره بعد اول ربع ساعه دخلنا العسكري المصري والشقيق العربي السوري ادي البودلة ادي رمضان وادي اشرف وادي عيد صلاح سليمان وابو السعود والكل ملعوبه تاني محاوله مفيش حد على مهله احمد مدنيه يمسك كورته احمد مدنيه ادي عاد اهو في بعض الحماس كده بالتدخل الشيخ كان هنا كان بيقول للحكم خلي بالك كان فيها شيء من الخشونه شويه تاني الونش عاشور سامي من مره واحده منظمين لعيبه سوريا تشعر ان التيم ليه شكل في الملعب وده الكلام اللي قلت لحضراتكم عليه في البدايه عاصم صلاح يرد نزلها تاني على الارض سوريا بالظروف الصعبه دي حتى في مجموعه كاس العالم لما تفوز على الصين في شنغهاي طبعا كان نتيجه كبيره ادي الكابتن محمد نور نجوم نادي الاتحاد السكندري سيد البلد ورفيق الرحله مع محمد عمر اكيد محمد عمر نجم منتخبنا الوطني ادي العميد المهدي محمد صلاح ابو جريشه هداف الكبير للدراويش المنتخب مصر سمير بلال قلت لك هو العقل المفكر يوقع على كل كوره يا ولد يدي خطا مظبوط لصالح الباك الشمال اللي هو عز الدين عوض من توفيق اهي بص عوض حب يثبته خد رجله توفيق هياخد سمير بلال قلت لك هو الكابتن وهو عنصر الخبره في الفريق سمير المره دي على الارض يغير طلع مؤيد الخولي سابها مؤيد لكن يلحق كورته ضغط موجود يحاول يضغط عليه مؤمن شوف مؤمن قافل عليه خلاص بقى متمرس رائع رائع مؤمن زكريا جرب ما عايز يلف قفل عليه عشان ما يقدرش لا يفوت ولا يباصي وده تطوير اداء مؤمن زكريا اللي شفناه في الفتره الاخيره لما بقى ليه دور دفاعي باستمرار مع النادي الاهلي في جبهته المفضله الجبهه اليسرى سواء علي معلول موجود او حسين السيد فتلاقي مؤمن عنده الدور الدفاعي باستمرار يحسب للكابتن حسام البدري طبعا في الاساس الشيخ توفيق مشي حلوه نور بص حواليه يسند يطلع عاصم صلاح عاصم تاني للقائد نور السيد توفيق نور مؤمن قفل عليه شوف الضغط يا سلام باستخلاص بتغيير اتجاه حلوه عز الدين مهارات موجوده اماميه لكن هنا مأمن سامي ونادح على عواد على مهله ادي ابو الرجال وادي ابراهيم نور الدين طبعا حكام اللي بيشاركوا في البطوله حكم الساحه الدولي المصري ابراهيم نور ومحمود ابو الرجال مساعد كانوا في الصوره مع حكام البطوله يعني اتفرجوا على المباراه قلت لحضراتكم وصفت انها ربما الاعلى فنيا في كل الدور الاول تاني او كان التوقع كده وحتى الان هي في هذا الاطار اشقاء من سوريا هزروا المنتخب السوري مع جالية مصرية كبيرة طبعا بتزين جنبات استاد بوشهر ملعب ارضية جيدة تاني عز الدين عوض يلحق مؤيد الخولي على الارض تاني سمير بلال قلت لك اللاعب العجوز او المخضرم اللي بيشتغلوا عليه على طول لعيبه سوريا عادي تتلعب على طول منتهى الخطوره يا سلام يا ولد حركه اكروباتيه من الونش حركه اكروباتيه محمود حمدي الونش انما الاهم انه نجح في الوصول للكوره عواد عايز يبدا بيها هجمه لو عدت لكن يشيل من القلب قلب الدفاع حسين الشعيب أنا بقول لك هيجيبها المخرج شوف عملها ازاي عملها بفدائية كده كأنه بيعمل باك ورد الونش وصلت لعواد أبرز المدافعين اللي لفتوا الأنظار طبعا في الدوري الونش نور على الأرض عاشور توفيق حلوة بكار نزل الكرة على الأرض يا رجب لسه بقول لك نزل الكرة على الأرض لما سابها الطب كده مشكلة
ياخد حمادكو شوف شوف الجمهور العظيم تقولوا ايه على الجمهور ده قول زي ما انت عايز تقول جمهورنا اللي دايما دايما الحقيقة في كل مكان في العالم تلاقيه يبدأ أسامة عمري اللعيب الوحيد من خارج قائمة نادي الجيش السوري والنادي بيلعب في نادي الوحدة في دمشق عاشور وغاب يوسف قلفة نجم الفريق وعلى فكرة أسامة عمري بيلعب لمنتخب سوريا الأول برضو عشان نخلي بالنا منه نمرة 16 عاصم صلاح الونش أحمد سامي توفيق لازم يحصل زيادة ويحصل نقل للكرة من قلب وسط الملعب أكتر وممكن توفيق يعمل ده حلوة مؤمن علية راحت سمير بلال عاشور ياخدها تاني يبدأ المنتخب السوري لعبها حلوة بالطرف المرة دي واخد الطرف 99 الواكد كان في عبد الله الواكد طبعا نجم منتخبنا السعودي نجم نادي الهلال من نجوم السعودية هذه الجمهور وادي بعض الأشقاء من سلطنة عمان برضو بيحضروا المباراة ياخد الشيخ عاشور نور ادي الكلام اللي بقول عليه هنا بقى ما ينفعش التلاتة يبقوا قريبين من بعض كده لازم حد منهم ياخد ميزة انه يتقدم لقدام ينقل اللعبة اسرع خطأ موجود يديه المرة دي يعقوب عبد الباقي لصالح منتخب مصر العسكري قرب من نص الشوط تعادل سلبي بدون اهداف قمة المجموعة الرابعة مصر وسوريا هذه المهارة والامكانيات والتدخلات منتخب سوري تصدر المجموعة 6 نقاط منتخب مصر وراه 4 نقاط مؤمن وجنبه عاصم صلاح مؤمن قال له سيبها لي لسه مؤمن زكريا لعبها هناك يا ولد يا ولد خطير خطير لعب في الجول مؤمن زكريا هناك عشان تلف وتخدع الحارس ملعوبه بحرفيه كده بسويرف بصوا حضراتكم حب يخدع الكل اه ده راجل لعب في الجول يعني مش لعب بالعرض انما هناك يا دوب يا دوب كله هنا يقول بمفهوم الحارس انها هتتلعب بالعرض انما ادي زي ما بقول لحضراتكم بقى فيها خدعه عشان يلعبها هناك في المقص لكن تطلع فوق العارضه منتخب مصر محظوظ بالدعم والدفع الجماهيري الكبير ده الحقيقه في البطوله ميزه ربما مش لعديد المنتخبات تتسقط هناك خطره يا سلام يا ولد هايل 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 رجب بكار في دور التغطيه العكسيه هايل يا رجب داتو ألمونيوم رجب وبعدين رحنا شيء انبي شويه كده وبعدين رحل لقطه على عبد العال بعين الخبير بعد ما وقع على موسم رائع اشتراه سموحه من نادي الداخليه احمد سامي نازل يستلم عاشور بعرض الملعب الونش محمود حمدي يمشي عنده ميزه انه يزيد لقدام برضو او ينقل هجمه ادي الكلام اللي بقول عليه هنا بقى احنا نفتقد للرب نقل الكره من وسط الملعب ليه تلت الهجوم ادي محمد نور حتى هتلاقي اشاراته او كلامه بتاكد اللي قلته ده شوف شوف رجب يا سلام يا رجب تغطيه عكسيه هايله هايله قطع الكره ترجع تاني نور عاشور بكار استلم مشي نور الشيخ يلا يا شيخ حلوه حط له اتاخرت تاني توصل توفيق عامل الزيادة وجرب يشوط فين المتابعة جرب يشوط المرة دي لكن تخبط فيه الدفاع لعب تاني طولية أمامية يا السلام يا حمدي يا ونش هايل نور عاصم لازم نسرع رتم اللعب تحضير بياخد منا كتير وده اللي كان إشارات محمد نور عايز تفاعل وسرعة لنقل اللعب لقدام أسرع من كده كمان فكرة الربط قدام ما بين مؤمن والشيخ وعمرو جمال
عاصم صلاح عايز يظبط قافل، حتى الراجل قافل الاطراف كويس، بيروح هناك واحد واثنين. برضو لو لعبنا بسرعه هنقدر نتفوق على التكتل ده، انما طول ما بنحضر كتير طبعا بنديهم فرصه يقفوا يتمركزوا. احمد سامي الزياده يا ولد، الشيخ الشيخ يشيلها، عريف الشيخ لكن تترد، عزارم المرتدات واقف صح، عاشور بعرض الملعب، الونش يمشي الونش ويبدا عند نور السيد، ماسكين كره بقالنا شويه لعاشور، يزيد حسام يلعبها حلوه حلوه بالمقاس لرجب، لو استلم ورجب فكر يلعب العرضيه، لعبت على طول على الطب هنا، يحاول توفيق ينجح ويوصل، زكريا خضور، عاصم مؤمن يحاول يزقها، ضغط عليه الباك اليمين مؤيد الخولي، تطول لبره الملعب لتماس، يدي له الكره مؤمن زكريا، مؤيد الخولي بيشاور لزمايله، تاني يفوت عدى يأمن كويس الونش ويريح لعواد، والراجل عامل الزيادة على مهله، عواد كان ضغط عليه 20، عبد الملك عنزان، عاشور يا سلام يا حسام، راسي عاقل تقيل، لمسة اليد موجودة، محمد حمادكو يصفر يعقوب عبد الباقي ويدي الخطأ، مدوا شحن جماهيري رائع رائع الحقيقة، منتخب مصر العسكري زي ما بقول كأنه بيلعب في القاهرة أو في اسكندرية أو في أي مدينة في مصر حقيقة. عاصم عاصم عرضية هناك يسند نور، عايزين لمسة يد، يعقوب قريب قال يلعب، ضغط من الونش ياخدها ويفوت، يا ولد يا ولد عجبني عجبني الحقيقة، عايز فاول لكن قال يلعب، قام أنس مخلوف يعترض، تفوت تفوت لو عدى لو عدى، توفيق العب بالعرض، هناك لفت فات كويس قوي، ليه فتح لنفسه المساحة، عمرو جمال بيتشاور فكر يلعبها بالعرض انما قلشت بقى، انما فتح مساحة وفتح مجال، ادي انس مخلوف مدير الفني لنادي الجيش السوري برضه والمنتخب العسكري، يعقوب عبد الباقي بعثة اللي بيترأسها اللواء ياسر شاهين، بعثة منتخب العسكري السوري الشقيق، وهو رئيس إدارة الإعداد البدني بالجيش السوري، يعقوب بيقول له العب بسرعة، بدري طبعا انه يضيع وقت احمد مدنية، انها منتخب مصر افضل، لكن هفضل اقول نفتقد للمسة الاخيرة، نفتقد للوصول المؤثر، الوصول المؤثر الوحيد كان كرة محمد حمادكو اللي كانت من جملة أكثر من روعة لسوريا، ونجح حارس المتألق محمد عواد إنه يتصدى، إعاقة موجودة مظبوطة يا يعقوب عبد الباقي، وسقوط للاعب من سوريا، بيقول له على مكان الكرة حسين شعيب، ادي المرور خطا موجود مظبوط من القائد نور السيد، هتتلعب جنبها سمير بلال، سمير تلك هو اللاعب المخضرم او اللاعب العجوز، وبالتالي تشعروا حضراتكم هو محور اداء منتخب سوريا، الراجل ده سابها والله للخضور، اوه يا سلام يا عواد يا سلام يا عواد، اسد واقف تحت الثلاث خشبات يتصدى، ننقل بقى هنا، ادي الكلام اللي بقول عليه، يلا يا شيخ ننقل اسرع، يلعب اللحظه اللي ضم فيها لجوه بكر، هو لعبها لبره احمد الشيخ اهو بيقول له لجوه، طبعا هو لو بكر قطع معاه مظبوط، يعني اشاره احمد الشيخ صح انه عايز يريح بكر فيدخله القلب الملعب، تسديدات واحده منتخب مصر اثنين سوريا،
احصائيات ونقل تلفزيوني على مستوى عالي وكل حاجه الحقيقه في البطوله. المره دي نشكر الاشقاء في سلطنه عمان على حسن التنظيم، مش غريب عليهم طبعا. خطا بصفاره من يعقوب عبد الباقي، كره هناك انديه صحار وزفار صلاله وسيد مرباط، انديه اللي نعرفها طبعا في عمان. سداب لعب هناك كابتن طاهر ابو زيد وايمن منصور احمد سليمان، طبعا بتبقى رحلات جولات متاخره وهو بيعتزل. شوقي غريب، كل دول لعبوا هناك، مرن هناك شريف الخشاب، ومرن كان حمزه الجمل لسه في نادي زفار، الانديه الشهيره هناك. هيطلع بره، قلت لك ان الكابتن طلعت يوسف حقق الدوري السوري مع نادي الجيش ده، اللي هو قوامه اللي بيمثل منتخب سوريا العسكري. نازل الدكتور منصور الشحاف، في لعيب واقع من المنتخب السوري، جالية العظيمة والجمهور الرائع طبعا اللي احتشد وملأ جنبات استاد بوشر، وايضا الجالية السورية الشقيقة اللي بتآزل المنتخب السوري. كرة القدم يا سادة، المتنفس متنفس، لغة يتحدث بها العالم كله، لغة خاصة اسمها لغة كرة القدم. علم مصر الجميل بيزين المدرجات، ناس راحة تحتفل، ناس راحة تحتفل، كرنفال تقدر تقول كرنفال في الملعب. هيلعب احمد حسام التماس، ورا توصل لعواد، قام الراجل اهو يستأذن عشان ينزل. الونش احمد سامي، ليس احنا هجوميا واقفين على رجلينا، مسيطرين، لكن تلت الاخير الهجومي بنفقد الكرة بسهولة. عرضية لسه فيها الخطورة، يحاول عمرو يا ولد يا حضن، فين المتابعة؟ سلام يا توفيق، يريح هنا، حلوة نور، لو عدى مؤمن لسه يا ولد، موه هيلعب بالعرض، يقف يلم يلم يستنى لورا لنور، ضاغطين لعيبة سوريا. نور يغير اتجاهاته، هيجرب يلعبها قوية قوية. فكرة نور السيد مدفعجي، يمكن ناس كتير عشان ما بتشوفوش وهو بيسدد كتير، انما من وقت ما كان في الجونه كره جت تسديده في قدم الخولي، مؤيد الخولي واقع، لعيبه كتيره وقعت. ده اعتبره بيمثل يعقوب عبد الباقي مباشره، بيشتكي بيقول له رجلي فيها مشكله. لما وقع مؤيد زعلان، مؤيد زعلان، لعيبه سوريا هو اعتبر هنا ان مؤيد بيتعمد تعطيل اللعب، ومؤيد زعلان. واحنا ما دخلناش طبعا في النوايا، قد يكون مصاب الراجل او لما الكره اتشاطت فيه، انما الاكيد انه اداله انذار يعقوب عبد الباقي. المؤيد الخولي لاعب الظهير الايمن لمنتخب سوريا العسكري، لسه اللعيبه بتتكلم مع الحكم. سمير بلال القائد، قلت لك لاعب مخضرم ولعب منتخب سوريا قبل كده، سمير معروف، وبالتالي هو محور الاداء او اللاعب اللي دايما بيبدا الانطلاقه. واداله الانذار، صمم يعقوب عبد الباقي واداله الانذار، خلاص يا مؤيد مش هتسنيه عن قراره، هيخرج للعلاج، هيخرج للعلاج بره. حلف الراجل وقال له والله مصاب، اهو كان ماسك ركبته زي ما احنا شايفين من البدايه. رجعت لنور وسدد نور، لعب الكره العرضيه تفوت، فين المتابعه؟ ادي تتلعب، حلوه حلوه حلوه، شكلها حلو، ادي اللي بقول عليه، يعني التمركز الصح اعتقد احمد توفيق، هنشوف ولا مين
واقف مستني السكند بول او الكره الثانيه، لما اتردت يا دوب عدل وشاط، ومعاها طبعا انفعالات الجمهور العظيم جماهيرنا باستاد بوشر. لعب العرضيه ثاني من ركنيه هناك، يطلع يمسك احمد مدنيه على مهله. ركنيات ثلاثه لمصر وركنيه واحده منتخب السوري. ادي عاصم صلاح، بصوا حضراتكم اتردت هنا مظبوط، توفيق هو اللي واقف، ضربت في حد كانت رايحه والله يا احمد، لكن ضربت في حد وخرجت لركنيه. يدي خطا، يدي خطا واعتراض من لعيبه سوريا، يسيبوها اهي. كل كوره بيمضي عليها سمير بلال، اقول لك بالخبره والتجربه الكبيره. نداءات من محمد عمر، عاصم، سلام يا عاصم، لعيبه المميزين لكن طولت، بلاش هنا. ياخد ويبدا ويديله الفاول باعاقه للشيخ، نقل نفسه احمد المره دي ناحيه الشمال، مطلوب على فكره، مطلوب. ليه؟ تلعب في مكان واحد تتراقب او يبقى مقفول عليك ممكن تغير، وده اللي حصل دلوقتي، انه جاب مؤمن هناك يمين وجاب الشيخ شمال على عدلته. رجب عايز ياخد منه تاني، يدخل لجوه يسند لتوفيق، تجي له تاني على الارض لعاشور لبكار، يستنى مؤمن زكريا لبكار ورا، رجعت الكره ورا كتير، ادي اللي بقول عليه ما تلعب لقدام احسن. عاشور خطفت، ترجع تاني يلم، لعبها بيدور على الواكد، يتزحلق الونش ويدي فاول برايه المساعد الاول اللي هو حمد الغفري، المساعد الثاني رشاد الحكماني، والرابع ذكري الهناني. محمد عمر بيفكر في ايه؟ بيفكر يكسب، يقول لك ابعد عن مواجهه عربيه حتميه امام شقيق عربي اخر هو منتخب الجزائر اللي هو تصدر المجموعه الثانيه خلاص، وبالتالي تبقى المانيا اخف بالنسبه له، على اعتبار انه يعني المنتخبات الاوروبيه باستمرار بتشارك بفرق من الهواء، بس الفرق العربيه او بعض الفرق الاخرى بتكون تشارك بلعيبه مميزين واحيانا لعيبه دوليين. بكار، زكريا، يا ولد فنت، لف ودار، يسند على مين؟ ادي اللي بقول عليه، تلت الهجومي ورا يرجع، حاول يضغط عمرو، مجرد ما عمرو راح كده ناحيه احمد مدنيه لعبها بسرعه بره الملعب احمد، تاني ترجع مؤمن بيشاور توفيق بكار ورا، احمد سامي قصيره، بلاش الباصات اللي تعمل مشكله، خد منها فاول، لسه بقول بلاش، كانت قصيره من حسام عاشور. لكن اتقطع تمريرات عاشور 20 صحيحة 18 واستخلاص 2. زمايلنا كرة ستاتس طبعا على طول الاحصائيات هنا معانا اول باول. ياخد رمي التماس عاصم صلاح، ورا ترجع عواد، بلاش هنا، دايما احذر اقول بلاش هنا، احمد سامي ملحق العسكري ايضا بسلطنة عمان الشقيق عقيد اركان حرب الشريف عامر، بيجلس الى جوار سيادة السفير صبري مجدي سفيرنا في مسقط، ورا ترجع الشيخ يمشي عمرو جمال، لازم عمرو جمال يبقى قدام، انا مش مع انه عمرو ينزل هنا مسافه كبيره، لازم يبقى قدام، لكن
ترجع تقول مفيش حاجه بتوصله، فبيضطر. طب ما هو ايه اللي بينزل عمرو جمال؟ لازم نسال نفسنا السؤال ده، مفيش حاجه واصله، فبيضطر هو ينزل. عايز خطا عاشور، بيقول له في دفع بالايد، يديله الخطا. توفيق لنور، ونور هناك حلوه. عاصم صلاح لازم حد يقر، يا ولد موه كويس. راجل بيحاول يضغط عليه، ورا يرجع عاصم صلاح لنور، فكر يلعب بالعرض، يلعبها حلوه يا ولد على الفنت. لازم يظبط مع الشيخ مؤمن. تدخل، هياخد انذار، هياخد انذار ويدي انذار للونش. تدخل قوي يا محمود، ما تعترضش. مظبوط مظبوط يعقوب عبد الباقي، يتهور طبعا اهي، يعني حذاء الونش في وش وادي الشد. الراجل بيشد اهو، سمير بلال بيشد عاشور، ياخد الونش الانذار. محمود حمدي دافع نادي الزمالك والمنتخب العسكري، لعب كل منتخبات الشباب والناشئين والاولمبي. الونش هناك، يحاول الشيخ، مجهود كبير يا احمد، لكن على مهلك عشان ما تتعورش. دي 42، هفضل اقول المشكله اللي موجوده ان احنا في التلت الهجومي نفتقد الى الهجمه المنظمه السليمه نتيجه تاخير اللعب، نتيجه تنظيم عالي عامله منتخب سوريا للامانه، عشان ندي اشقائنا السوريين حقهم. بطاء احنا شويه، بنحضر كتير، نستهلك وقت كتير. الونش يموه، يموه ويلعبها اماميه، تعدي مؤمن وتوصل للقائد سمير بلال، حلوه نقله احلى. مؤيد خلي بالك يا عواد، ايش يلعبها في ايه، في لمسه يد ولا ايه؟ اعتقد جري عواد هيدي انذار. مظبوط، عواد جري للحكم قال له لعبها بايديه لان دي تعمل مشكله يا محمد يا واكد. ياخد الواكد الانذار لانه لمس بايديه. غريبه اللعبه اللي فاتت دي، يعني عواد طالع خلاص هيمسك، لقينا الكره مش في ايد عواد. بصوا حضراتكم فيها خداع بصري اهو. انما اكيد لما ظهر طبعا ايد الزاويه دي هتبين اكتر. بص الايد، اه صح فعلا ايد الواكد، فراح عواد على الحكم وهو الراجل ادى الانذار. مظبوط، يلا يا وينش. بقول لك عنده ميزه انه يمشي بالكره لقدام، ادي الكلام اللي بقول عليه، الكثافه السوريه في قلب وسط الملعب ناجحين بشكل كبير. ما هو انس مخلوف يقول لك التعادل يديني صداره المجموعه، يبعدوا عن الجزائر يوديه لالمانيا، انما لو فاز منتخب مصر في الحاله دي احنا اللي نروح لالمانيا وهم يلعبوا مع الجزائر. ادي الضغط هنا، لازم ضغط اقوى من كده. ياخد عز الدين عوض، تدخل بخطا وانذار، اه تتوالى الانذارات. يدي رجب بكار المره دي، انذارين هنا وانذارين هنا. يعقوب عبد الباقي اربع انذارات في شوط كتير طبعا، خشونه كده في الدقايق الاخيره بالذات. جمهور طلبت مدارس هناك في عمان في مسقط، جايين من جميع الانحاء يأزروا منتخب مصر. ادي الواكد خد انذار، بعده رجب بكار خد انذار. تغييره ملعب هناك من سمير بلال، يلحق، خطيره 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 لورا. يا سلام يا نور، يا سلام يا نور يا سيد، دي بقى نور على نور. الونش يمشي يلحق يا ولد، لحقها ما خرجتش. مؤمن ان الاسرع اسرع، حلوه نور. اكثر تمريرات 27 منهم تمريره صحيحه 25 وعرضيات مرتين. الشيخ يلا يا احمد، يعدل يمشي على الارض. عاشور مؤمن هناك تترد، واقفين صح واقفين. عامل انس مخلوق بلوك كده كامل قوي، قطع السكه. اعتقد ممكن عيد عبد الملك يبقى ليه دور بقيمته وخبرته الكبيره، ممكن عمرو مرعي في الخط الامامي، هنشوف. ممكن باولو
حكم الرابع ذكري الهناني كان رافع الوقت البدل الضايع دقيقتين. يا سلام يا مؤمن يمشي هناك علاها الشيخ حلوة رجب. يلا يا رجب امشي امشي توفيق يشيلها احلى للشيخ. خد منه تاني خد منه تاني عدى وفات هيلعبها بيمينه يلعبها بيمينه. واقفين واقفين صح تكتل وتنظيم كبير. ده كلام متقال من انس مخلوف كل اللعيبة دايما ورا الكورة. اهو مؤمن حلوة عمرو مؤمن مؤمن يشوط كمل. اوه مدنية مدنية وطالع عمرو جمال باشتراك. لعيبة سوريا بيعترضوا على الحكم رايح يشوف زكريا خد دور سلامات. سلامات يا زكريا واقع على الارض وفرصة يقول لك يعني اخد نفس شوية ويعدي الوقت اللي فاضل ده. بنلعب خلاص في الدقيقة الثانية. زكريا مفيش في حاجة. محمد نور محمد عمر محمد المهدي ابو جريشة محمد مختار وعلى الجانب الاخر انس مخلوف هياخد الضربة الحرة. احمد مدنية طبعا في تغييرات كبيرة كل مباراة النهاردة تغييرات برضو كتيرة غير التشكيلة اللي بدأت ماتش اللي فات يعني خرج من اللي بدأه هشام شحاتة طارق ابو العز ورز ومحمد اشرف وعيد عبد الملك وحسام باولو. تغييرات كتيرة. صفر يعقوب عبد الباقي تعادل سلبي بدون اهداف. منتخب العسكري المصري والشقيق المنتخب العسكري السوري في ختام مباريات المجموعة الرابعة كأس العالم العسكرية الثانية سلطنة عمان الشقيق. شكرا لطيب المتابعة أعود فألقاكم مع بداية أحداث الشوط الثاني. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى يتجدد اللقاء أيها الأصدقاء أعزائي مشاهدي دي إم سي سبورتس في كل مكان. أسعد باللقاء مع حضراتكم مرة أخرى المعلق الرياضي رامي بهجت ويسعدنا أن أنقل لحضراتكم أحداث مباراة كرة القدم التي تجمع بين منتخب مصر العسكري ومنتخب سوريا العسكري في إطار مباريات كأس العالم العسكري الثانية التي تقام في الشقيقة سلطنة عمان. هذا هو المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن محمد عمر بينما محمد أنس مخلوف هو المدير الفني للمنتخب السوري اللي بيرتدي الزي الأحمر. لمن لم يكن معنا في الشوط الأول منتخب مصر بالزي الأبيض على شمال حضراتكم منتخب سوريا بالزي الأحمر على يمين حضراتكم وآدي المقصورة الرئيسية وكبار الشخصيات طبعا اللي هو مجدي اللوزي بيحضر في هذا اللقاء ورمي التماس سورية طويلة جدا ضربة الراس مقطوعة يجيبها منتخب مصر. ادي الاستلام من احمد توفيق ناحية الشمال لعبة حلوة قوي نور السيد عاصم صلاح في جنب الشمال عاصم واحد ضد واحد عايز يعمل ايه ضغط عليه عبد الملك ميزان قطعت الكورة يجيبها منتخب مصر مرة ثانية مؤمن زكريا امامية طويلة داخل المنطقة قطعت خدمته يجيبها تاني عمرو جمال يسدد عمرو جمال تسديدة بريك يمين ولكن حارس المرمى احمد مدنية يمسك كورته على طول مدنية حارس مرمى منتخب سوريا الاول ومنتخب العسكري يعمل اماميه طويله يضغط ويقطع محمد الواكد لاعب نادي الجيش السوري ومن قبله نادي الشرطه الدمشقي تحضير لنادي او لمنتخب مصر طبعا حاجه تلخبط ده منتخب بيلاعب نادي لكنه مسماه منتخب وبيلعب باسم طبعا منتخب العسكري السوري طبعا ده كلام ممكن جدا وارد جدا ان هو يلعب باسم منتخب سوريا طبعا منتخب سوريا عايز كده
تنميه طويله لمنتخب سوريا. يضغط ويجيبها منتخب مصر. العسكري تحضير حسام عاشور. استلام في نص الملعب من نور السيد. يفتح الملعب ناحيه الشمال. ادي الاستلام مؤمن زكريا. بيقرب له مين بقى؟ بيقرب له احمد توفيق. احمد توفيق يعمل تمريره قطريه طويله. استلام تعدي الكره من احمد الشيخ. بيدور هيلعب لمين احمد الشيخ. واحد ضد واحد بيعدي بيعدي بيعدي. ضغط عليه اثنين خلاص خلصت. خلصت يا توفيق. خلصت يا احمد يا شيخ. احمد الشيخ قلت لكم واحد ضد واحد بيعدي، لكن اثنين ضد واحد صعبه. لكن خدمته ولمست في لاعب منهم. ومشكور حمد الغفري قال ان هي ضربه ركنيه لمنتخب مصر. وادي بقى كل بدلاء منتخب مصر بيسخنوا. احمد ايد عبد الملك. عمرو مرعي. ادي المحاوله واحمد الشيخ. وادي العرضيه داخل المنطقه. يطلع مدنيه يمسك من اعلى نقطه. ومدنيه بيبدا التحضير. لكن نور يا سلام يا نور عليك. نور يا نور. نور السيد ياخد منها ركنيه هايله هايله. اللعبه اللي فاتت شوفها تاني. هو هنا بقى بيقول ان الكره لم تلمس احمد الشيخ. فعلا ما لمستش الشيخ. مره تانيه عرضيه لمنتخب مصر داخل منطقه الجزاء. ويطلع مدنيه ويقع مدنيه. وكره مشتركه مع عمرو جمال. وحكم اللقاء يعقوب عبد الباقي بيقول ان الكوره فاول على عمرو جمال اللي رايح له طبعا بروح كل روح رياضيه يسيطر على منطقه الست ياردات حارس المرمى. ادي اللعبه اللي فاتت وادي العرضيه وادي حارس المرمى يطلع من اعلى نقطه يمسك كره. او لكن مشاركه من عمرو جمال. الف سلامه يا احمد يا مدنيه. البطوله دي حسب المسمى القديم وهو كان بيطلق على بطولات دورة الالعاب العسكرية كانوا بيطلقوا عليها بطولة كاس العالم العسكرية. لكن احنا كنا الاول فاكرينها كده، لكن لقينا ان منتخب مصر بياخد البطولة خمس مرات. دي بطولة زي الدورات الاولمبية. لكن منذ عام 2013 فكر السيزم او الاتحاد العالمي للرياضات العسكرية، الاتحاد الدولي للرياضات العسكرية، فكر ان هو ليه بقى طالما الكوره هي اللي بتاخد السكسيه في دوره الالعاب العسكريه اللي هي زي الدوره الاولمبيه كده، ما يعمل بطوله كاس عالم على غرار الفيفا ويبقى دي بطوله كاس العالم العسكريه. عملها مره وحيده لما كانت في باكو في اذربيجان وفاز بيها المنتخب العراقي الشقيق والذي يغيب عن هذه البطوله واعتذر قبل بدايه هذه البطوله يعني فترة قليلة جدا جدا عن المشاركة. ودي البطولة الثانية بقى العسكرية. لكن بطولة الكورة اللي في الدورات الأولمبية أو دورة الألعاب العسكرية احنا تاني رصيد بخمس دورات بعد المنتخب الإيطالي اللي عنده 8 دورات أو 8 بطولات كورة. نتكلم في الكورة بس، ما بنتكلمش بقى في نتيجة الدورة كلها. أحمد سامي. الوقت بيعدي، وكل ما الوقت بيعدي في مصلحة المنتخب السوري لأنه أول مجموعة. طبعًا منتخب مصر في البداية كده فرط في فوز سهل وفي المتناول مع المنتخب البولندي. تعادل وحيد. هذه انطلاقة يا منتخب مصر. وادي العرضيه داخل منطقه الجزاء. ضربه الراس فين؟ ضربه الراس دفاعيه ويطلع ويشتت. يطلع ويشتت احمد حسام الباك الشمال للمنتخب السوري. رمي التماس لمنتخب مصر من ناحيه اليمين رجب بكار. يلعب رجب رميه التماس توصل الكره لنور السيد. ضغط وسيطره من منتخب مصر طوال الشوط الثاني من بدايته. بقالنا يمكن 7 دقايق بنلعب في الدقيقة الثامنة. ادي احمد توفيق اللي بيلعب النهاردة في مركز غير مركزه ومركز جديد عليه وعلينا. احمد توفيق بيلعب مكان عبد الله السعيد كده في منتخب مصر، يعني تحت راس الحربة. ادي مؤمن زكريا وجنبه احمد توفيق.
لكن ترجع ورا خالص لاحمد سامي يلمس حسام عاشور يلعبها حلوه قوي لرجب بكار. يا سلام يا سلام لو عدى رجب بكار لكن اتقطعت منه يجيبها تاني منتخب سوريا العسكري. حجز على كورته زي الوحش احمد سامي. لعب على طول رمية التماس لمنتخب مصر وادي رجب بكار لعمرو جمال مرة تانية. احمد الشيخ بيفتح زاوية التسديد لنفسه غمزها سندها احمد توفيق حلوة قوي ناحية شمال لعاصم. يلا يا عاصم العرضية العرضية ضربة الراس من تحت لفوق يا عمرو يا جمال. هنا بقى طبعا بيفكر في ايه محمد عمر. لابد من حسام باولو ولابد انك تنزله بدري شويه يعني بالكتير 6-7 دقايق كده بالكتير. ما هو مش هيسحب يعني مش كل مره هنلاقي جد. اماميه طويله والونش بيلعب ضربه الراس يطلع ويشتت حسين الشعيب يجيبها مره تانيه منتخب مصر. العسكري حسام عاشور لعبه حلوه لاحمد توفيق. احمد توفيق يرجع ورا لبكار مره تانيه ممكن يفكر في احمد توفيق ينزل حسام باولو. ادي احمد الشيخ عايز يعدي من ناحيه اليمين ولكن احمد حسام هنشوف بقى قرار حكم اللقاء ايه. قرار حكم اللقاء اعتقد حاسبها ضربة مرمى ولا ايه. يعقوب عبد الباقي نشوف الاعادة والاعادة فيها الافادة. يعني فيها كلام والله فيها كلام يا يعقوب. حتى لو ما فيهاش كلام الكرة ضربة ركنية يعني هي قرار حكم اللقاء يحترم يحترم. يعقوب عبد الباقي ضربة حرة لمنتخب سوريا. العسكري هيلعبها سمير بلال هذه اللعبة تدخل من احمد توفيق بقوة لعب الكرة سيارة سمير بلال مرة تانية. الكابتن والقائد يحمل امامية طويلة ضغط من منتخب سوريا خلفية مزدوجة هايلة من عبد الملك عنيزان لاعب نادي الطليعة السابق. ادي طبعا محمد الواكد لاعب الشرطة الدمشقي السابق. هنا تبديل هيخرج اسامة عمري مش قادر ينسجم معاهم على فكرة مش قادر ينسجم وهينزل بهاء الدين الاسدي. يخرج اسامة عمري الغريب الوحيد على نادي الجيش وبينزل بهاء الدين الاسدي. هنشوف بقى هيلعب فين بهاء الدين الاسدي ونتابعه ونشوف هل هيلعب في مكانه مكان اللاعب اللي نزل مكانه ولا هيلعب بقى في مركز اخر. ادي اللعبه وصل سهله جدا. اماميه طويله لمنتخب مصر تعدي نص الملعب لكن لمين؟ لرجب بكار في الجنب اليمين. احمد الشيخ مره تانية لكن في لاعب واقع من الجيش القطر الجيش السوري. لكن اللي شاطها في زميله محمد حمدكم هبطت في زميله احمد حسام. عموما طبعا بنتمنى له السلامة. قام الحمد لله احمد حسام.
هذه الجماهير المصرية الجميلة اللي في أي مكان يعني الحقيقة بتشرف مصر، وموجودة في أي مكان تتخيلوه في مشارق الأرض ومغاربها، موجود منتخب مصر أو موجود مؤازرة لمنتخب مصر وجالية مصرية جميلة موجودة. أدي أحمد توفيق ناحية اليمين لعبها، توصل الكرة لأحمد الشيخ ولكن تدخل موجود، تدخل موجود من الباك الشمال أحمد حسام، وعرقلة وإعاقة ومخالفة بدون بطاقة وضربة حرة مباشرة لمنتخب مصر. هذه بقى اللمسة من محمد حمادكو، شوف قرار حكم اللقاء أحمد الشيخ بيشتكي طبعا. كلام مش مظبوط في الاول وفي الاخر، طبعا احنا اشقاء عرب. رمي التماس من ناحية اليمين يلعبها رجب بكار، رجب بيلعب قصيرة، توصل الكرة لأحمد الشيخ مرة تانية، رجب بكار، حسام عاشور، نور السيد، مؤمن زكريا بيعمل العرضية ولكن عرضية معدية تطول وتطلع على طول خارج الملعب، ضربة مرمى. هذه بقى يا سلام يا سلام، حاجة جميلة يعني. شوف بقى متابعة كرة القدم لم تمنعه ظروفه من متابعة المعشوقة كرة القدم، مفيش كلام. أمامية طويلة المنتخب سوريا العسكري، لعب طويلة مرة تانية من محمد حمادكو لكن لمست في لاعب منتخب مصر رجب بكار، وتطلع رامي التماس لمنتخب سوريا العسكري. ربع ساعة مرت من زمن الشوط الثاني، نتيجة ما زالت. التعادل السلبي لمنتخب مصر ومنتخب سوريا، أو بين منتخب مصر ومنتخب سوريا العسكري، شبان العسكريان في بطولة كأس العالم العسكرية الثانية في عمان في مسقط. ولمن يتابع بطولة افريقيا نقول له خليك معانا هنا ونقول لك البطولة ايه اللي بيحصل فيها. غانا متقدم على مالي بهدف مقابل لا شيء، والمباراة اوشكت على الانتهاء. بهدف السامواجيان في الدقيقة 21. أمامية طويلة لمنتخب مصر لكن تشتيت من منتخب سوريا العسكري، توصل تاني لمنتخب مصر أحمد توفيق، في لاعب واقع من منتخب سوريا اللاعب سمير بلال، بنقول له ألف سلامة يا سمير. لا والله ده عبد الملك عنيزان، عبد الملك عنيزان، خلي بالك يا عبد الملك كان عنده إصابة في الركبة الموسم الماضي قعد شهور بيتعالج منها الحقيقة لما كان مع نادي الطليعة السوري قبل أن ينتقل إلى نادي الجيش. الممثل الرسمي لمنتخب العسكري السوري قعد شهور الحقيقة يعاني من هذه الإصابة، أتمنى طبعا ما تكونش الإصابة تجددت. توصل تاني المنتخب مصر وتغيير ملعب في أقصى اليسار عند عاصم صلاح، عاصم عايز يعدي ضغط عليه، ترجع ورا تاني لنور السيد، نور لحسام عاشور، احمد سامي، كان في موقف تسلل رجب بكار، ضربة حرة غير مباشرة، تسلل على رجب بكار، وانذار اخيرا لاحمد مدني، انذار اخيرا لاحمد مدني. ليه اضاعه الوقت؟ صبر عليه كتير قوي في الشوط الاول حكم اللقاء يعقوب عبد الباقي، واخيرا احمد مدني بيحصل على الانذار والكرت الاصفر.
في هذا اللقاء انطلاقة من محمد حمادكو. حمادكو ولكن في قرار من حكم اللقاء ان الكرة تخطط خط التماس او القرار من المساعد على فكرة. مرة تانية محاولات منتخب مصر العسكري. رمية طويلة من الونش مقطوعة يجيبها نور السيد مرة تانية. حسام عاشور يغمزها ترجع من عمرو جمال قطعت منه يجيبها منتخب مصر العسكري مرة تانية. توصل لأحمد توفيق بعد هذا اللقاء مباشرة إن شاء الله. مباراة غاية في القوة، غاية في الخطورة، غاية في الحساسية. وادي محمد رمضان هو الخيار. يبقى على طول كده أحمد توفيق، أو بقى ممكن يفكر في نور السيد ويرجع توفيق لاعب ديفندر ويطلع محمد رمضان مع أحمد الشيخ ومؤمن زكريا تحت رأس الحرب عمرو جمال. أعتقد يا ملهاش غير كده، لكن حاجة تانية يعني هيبقى فيها لعب كده في التشكيل. هنشوف محمد رمضان هينزل مكان مين. هل وجهة نظرنا زي وجهة نظر محمد عمر المدير الفني لمنتخب مصر العسكري ولا ليه رؤية تانية؟ هتشوف نتابع. هادي على طول مؤمن زكريا يرجع لحسام عاشور وسيارة لعمرو جمال لكن اتقطعت. اعتقد تمريرتين مقطوعين من عمرو جمال هتعجل برحيل عمرو جمال. ادي هنا هيخرج حسام عاشور، هيخرج حسام عاشور وهينزل محمد رمضان ويرجع احمد توفيق لاعب قلب خط الوسط مرة تانية زي ما توقعنا لحضراتكم. يبقى نفس تفكيره نفس تفكيرنا. لكل متابعي ومحبي وعشاق منتخب مصر واللي مستنيين مباراة مصر وأوغندا، منتخب مصر هيبدأ بعصام الحضري في حراسة المرمى، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد الشافي، طارق حامد، محمد النني، محمد صلاح، وتريزيجيه، ورمضان صبحي، ومروان محسن. ده تشكيل منتخب مصر. هذه المحاولة في مباراة أوغندا إن شاء الله. هادي احمد الشيخ 65 دقيقة، دخلنا كده 66 دقيقة من زمن اللقاء. 21 دقيقة من زمن الشوط الثاني، تعادل السلبي ما زال قائم. عايزين ولو هدف، هدف وحيد يفك طلاسم اللقاء، يصعد بمصر الى الدور الثاني او دور الثمانية او الدور ربع النهائي. مش عايزين نقابل الجزائر، عايزين نقابل المانيا صاحبة الاربع نقاط، الجزائر صاحبة التسع نقاط والعلامة الكاملة. دايما كمان مواجهاتنا العربية العربية بتبقى صعبة، لكن لما بنقابل فرقة اجنبية ايا كانت بتبقى اسهل. حساسيات فقط مش مستوى لعب. يعني شفت منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية لما بيقابل فرق عربية هي دي اللي عملت له المشكلة. لما قابل منتخب تونس كان مختلف تماما 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 عن مستوى لما بيقابل كوت ديفوار، يقابل غانا، يقابل أي فرقة من الفرق القارة أفريقيا السمراء. لكن لما قابل تونس كان مشكلة كبيرة جدا بالنسبة له. يقابل مصر نفس الكلام، مصر تقابل الجزائر، تقابل المغرب نفس القصة. في حساسيات خاصة بين دول الشمال الافريقي بعيدا عن اي مستوى كروي. ادي الجماهير المصرية الجميلة، يعني لاعبي منتخب مصر العسكري بيلعبوا في بيتهم، بيلعبوا في بيتهم الثاني عمان. الحقيقة سلطنة عمان والعلاقات الجميلة اللي بين مصر وعمان، كل الدول العربية الحقيقة يعني زعيمنا السيسي فعلا ونعم الزعيم لامم حواليه الدول العربية كلها. وده الدور الريادي
لمنتخب او لمصر على مدار تاريخنا. كده يقول لك مصر ام الدنيا، فعلا مصر ام الدنيا، وبالتأكيد ان شاء الله هتبقى قد الدنيا. هادي على طول الونش، يرجع ورا لأحمد توفيق، أحمد توفيق يلعبها سيارة مرة تانية عمرو جمال، ولكن هنا بقى راجع من التسلل عمرو جمال، كان في راية وصفارة تسلل على منتخب مصر العسكري. منتخب مصر العسكري لم يشارك في البطولة الماضية أول بطولة كأس عالم عسكرية لأسباب خارجة عن إرادتنا، لأنها كانت 2013، و2013 دي كان النشاط موقوف في مصر، وكانت الدنيا يعني مش مستقرة كروية، فبالتالي ما كانش في كورة. طب هيشترك إزاي منتخب مصر العسكري؟ فاعتذرنا طبعا، وأعتقد اعتذار محترم يعني، عشان سمعة مصر لا تسمح إن احنا ندخل ونخسر بنتيجة كبيرة. طبعا أحسن الاعتذار أحسن من الخسارة بنتيجة تقيلة. حتى الآن ما شفناش أي إضافة من محمد رمضان، لازم يعني يدي أكتر من كده رمضان. هذا على طول انطلاقة من ناحية الشمال لعاصم صلاح، ترجع تاني المؤمن زكريا، أحمد توفيق اللي رجع جنب نور السيد دلوقتي، توفيق يلعبها للشيخ رجب بكار في الجنب اليمين، قافلين عليه جدا، عارفينه وعاملين حسابه، اتحرك حلو قوي مؤمن زكريا، يا راجل اديله يا نور، يا سيد نور السيد، يرجع ورا التوفيق مره تانية مؤمن زكريا، وتحرك، يا سلام حلو الكلام، خبطت الكوره في حسين شعيب وكان هيعملها في مرمى. احمد مدنيه حارس المرمى يعمل اماميه طويله جدا، محمد الواكب ينجح في الحصول على ضربه حره بذكاء، لاعب نادي الشرطه بدمشق السابق. ما فيهاش اي حاجه، عشان كده بستغرب احمد سامي الحقيقه على مين. طيب ضربة حرة لمنتخب سوريا العسكري، لعبها سمير بلال، لا والله تسديدة قوية من أحمد حسام صاحب التسديدات بعيدة المدى. خلاص نحفظ بقى باك الشمال لمنتخب سوريا العسكري، بيعمل تسديدة قوية، ده زكريا قدور، ده قلب الدفاع. كان زمان عندنا بقى ايه هيثم فاروق بيعمل الحكاية دي، وكان حمزه الجمل استاذ ورئيس قسم التسديدات وهو قلب دفاع، ايضا كان موجود النجم سمير كمونه، محمود ابو الذهب، كل دول قلوب دفاع وبيسددوا تسديدات بعيده المدى. موجود دلوقتي محمود فتح الله مع نادي التاج الحربي الحقيقه، وكان مع منتخب مصر برضه بيسدد تسديدات بعيده المدى دي، لكن الضربات الثابته منها اكتر. وادي احمد عيد عبد الملك، يا ترى مكان احمد الشيخ ولا مؤمن زكريا؟ اعتقد احمد الشيخ الاقرب. هادي على طول عاصم صلاح، يشتت دفاع المنتخب السوري العسكري، يجيبها تاني احمد الشيخ، يعملها بينيه مش معديه مقطوعه، ضغط مره تانيه محمد رمضان، يضغط ويجيب احمد توفيق، يسدد بشماله، قطعت، يحاول يجيبها ويقوم لكن اتقطعت منه تاني، سمير بلال يعمل تمريرة ناحية اليمين وعرقلة وإعاقة ومخالفة مصحوبة بالبطاقة. خلي بالكوا هو لحد ما هو جاي ما كانش عارف هيعمل ايه يعقوب عبد الباقي، بيشوف رد فعل عاصم صلاح لقاه مخبوط كده ومخطوف، قام مطلع الكارت الاصفر. هنا في بعض اللاعبين يعني عندهم ذكاء الملعب. عاصم صلاح يعني تقدر تقول كده مش دولي قوي فخفيف شويه. ادي عاصم صلاح، الدقيقه 73 من عمر اللقاء والنتيجه ما زالت
التعادل السلبي بدون أهداف. منتخب مصر ومنتخب سوريا العسكريين ومحاولات منتخب سوريا العسكري في الجنب اليمين. مؤيد الخولي يلعبها حلوة لعبد الملك عنيزان، عنيزان عايز يعدي ولكن الضغط عليه على طول. ادي بهاء الدين الاسدي اللي نزل مكان اسامة عمري، خد الجانب الايمن بهاء الدين وعبد الملك العنيزان دخل وضم الجوة شوية في تحت بهاء الدين الاسدي، وبقى الجبهة اليمنى زحمة جدا للمنتخب السوري العسكري. منتخب العسكري السوري ادي بقى هنا التبديل لمنتخب مصر العسكري، هيخرج مؤمن زكريا. وبينزل احمد عيد عبد الملك، يعني من الرعيل الاول للاعب المنتخب العسكري. احمد عيد كان مع عبد الحميد بسيوني ومع جيل العظام اللي كانوا في المنتخب العسكري. تحضير لمنتخب سوريا العسكري انطلاقة من اللاعب عز الدين عوض، ده قلب الدفاع خلي بالك. عز الدين عوض ده لاعب قلب خط الوسط المدافع، شوف طالع فين. ادي احمد عيد بينزل مكان مؤمن زكريا، ضربة حرة مباشرة ليه ولا رمي التماس؟ حسبها رمي التماس. ادي مؤمن زكريا طبعا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر العسكري، لاعب منتخب مصر كمان الاول. مرة تانية امامية لمنتخب مصر لكن طويلة ويطلع ويشتت دفاع منتخب سوريا. رجب بكار لاحمد عيد اول لمسة، في لاعب واقع من منتخب مصر بنتمنى له السلامة. عمرو جمال ولا مين بيقول ان في حد من مدافعي منتخب سوريا اداله بالبنيه، ده كلامه بالظبط كده. بيقول له ما خدتش بالك ولا ايه؟ ويبقى السؤال اين حسام باولو؟ كمان بيدي انذار لعمرو جمال. يدي انذار لعمرو جمال بداعي السيميوليشن او التحايل على حكم اللقاء بقصد الحصول على مخالفة او التسبب في طرد احد اللاعبين. احمد عيد عبد الملك، يا سلام يا عيد. عيد قنبلة من الروح اللي كان مفتقدها منتخب مصر، عارفين هو كان مفتقد الروح. بيلعبوا لكن ما بيلعبوش بحماس، ما بيلعبوش بحمية. احمد عيد عبد الملك جوه الملعب يحمس الملعب شوي. مرة تانية محمد رمضان الضيف الخفيف في هذا اللقاء. نور السيد هيسدد، هيسدد، يسدد، يا سلام يا سلام، حلو الكلام يا نور يا سيد. لسه بقول لكم هيسدد نور السيد، ولكن تصدي من حارس المرمى رائع احمد مدنية، دوب كده تلمس فيه والضربة الركنية تلعب بسرعة. نور بيسندها، وادي رمضان بيعملها العرضية حلوة، عرضية مدنية، وادي التسديدة عاصم يا عطورة، لسه فيها كلام، خلاص خلص الكلام والضربة الركنية لمنتخب مصر. ايوه كده صوتنا يعلى، لعب كله منحصر في نص الملعب، لعب يخمر. ادي العرضية لكن مش معدية، عالية مرة تانية على حدود المنطقة. أين أنت يا أحمد يا سامي؟ طبعا الكرات والالتحامات مفروض في صالحك. تشتيت من دفاع منتخب مصر، عالية كورة يلمسها بهاء الدين أسدي وتلمس كمان في رجب بكار وتطلع رمي التماس على منتخب مصر. هذه العرضية من محمد رمضان، أول عرضية حلوة، وادي البوكس وعاصم صلاح يدخلها ويعيشها الملعب مرة تانية وتتخطى خط المرمى.
وادي تسديدة نور السيد الجميلة اللي لمست فيه مدافع منتخب سوريا مش حارس المرمى. يعني الحارس ما لمسهاش خالص، ظهرت في الاعادة ولبهاء الدين الاسدي. امامية مقطوعة، الونش رايح فين يا ونش؟ عرقلة واعاقة ومخالفة مصحوبة بالبطاقة لمؤيد الخلي. عنده انذار، ده التاني عنده انذار في الدقيقة 33 من الشوط الاول. مؤيد الخولي ولا مين ده؟ عبد الملك. عبد الملك ما عندوش انذارات. عبد الملك عنيزان ما عندوش انذارات، يبقى ده الانذار الاول. لو كان مؤيد الباك اليمين كان هيبقى كارت احمر. محاولة على طول لمنتخب مصر، بدأ يكثف من هجماته شوية بعد نزول احمد عيد. عبد الملك حباية منشطة احمد عيد وتسديدة. يا ولد يا عيد، وكأن ما كانش عندنا هجوم قبل ما ينزل احمد عيد. حقيقة يعني فعلا قنبلة من الروح المعنوية العالية جدا جدا بتتفجر في اي مكان تكون موجودة فيه. احمد عيد عبد الملك قالوا حال احمد حسام حسن، ابراهيم حسن، امان، يعني حسام غالي الكابيتانو. اللعيبة دي عندها حماس جامد جدا جدا. رامي التماس على مهله خالص منتخب سوريا. ادي عبد الملك، عنيزان، ورامي التماس لمنتخب مصر من ناحية اليمين. رجب بكار من ناشئين نادي امبي. رجب بكار ترجع ورا للونش. الونش كان بيلعب في الجيش المصري او في نادي طلائع الجيش المصري. الونش تغيير ملعب ناحية اليمين. احمد الشيخ وتحرك حلو قوي مبكار، والشيخ بيفتح زاوية التسديد، سندها، غمزها، هات وخد مع رمضان، لكن الضغط موجود، يجيبها مرة تانية نور السيد. رجب بكار، يا سلام، حلو الكلام. رجب بكار عرضية ايمن مساندة، سابوه قالوا له اتصرف. احمد الشيخ فين؟ احمد الشيخ كان المفروض يقرب له في اللعبة اللي فاتت. يضغط ويجيبها المنتخب السوري العسكري قبل ما تطلع بيلحقها منتخب مصر. احمد توفيق ياخد منها. رامي التماس، كلام مظبوط، رامي التماس لمنتخب مصر. سيطرة، استحواذ، تمام، ولكن لا تحدثني عن السيطرة، لا تحدثني عن الاستحواذ، ولكن قل لي كم عدد الاهداف التي سجلتها حتى الان. التعادل السلبي بدون اهداف. وادي بقى احمد عيد عبد الملك يلعب. احمد عيد عرضية داخل المنطقة عالية لسه فيها كلام، وضربة الراس. يا راجل ركز يا عمرو يا جمال. عمرو جمال كان بالامكان افضل كتير جدا مما كان، محدش طلع معاه. لو شفنا الاعادة مرة تانية هنلاقي الكرة عالية وعمرو جمال هو لوحده. وهو مصراوي، ده الشعار والهتاف الجميل اللي بيهتفوا الجماهير اللي موجودة في مجمع السلطان قابوس. مقطوع الكرة من منتخب سوريا، حاول ياخد فاول، مش بيحاول يضغط ويعد. لاعب محمد الواكد، ترجع ورا لرجب بكار. باقي 8 دقايق بالتمام والكمال على نهاية الوقت الاصلي. منتخب مصر لازم يلعب اسرع من كده شوية. الونش يعمل تمريرة طويلة جدا، يطلع حسين لشعيب. احمد عيد عبد الملك يسندها لكن مش لحد ابدا، قبل ما توصل لرمضان مقطوعة. يجيبها عاصم صلاح، يا سلام يا عاصم. احمد عيد وعاصم عرضية نموذجية معدية. لو فاتت، ولكن مغطي محمد حمدكم، بيشتت حمدكم عند احمد سامي. سلام يا سامي من قبل الواكد، ويقطع بكل بساطة وهدوء اعصاب. يعني كل الجماهير دي بس مش عارف يجيب هدف.
بقول لحضراتكم كأنه بيلعب في ملعبه. وينشو هو على أرضية الملعب، الكرة لمست في صدره، ولكن حكم اللقاء يعقوب عبد الباقي بيقول له الكرة لمست في ايدك، نشوفها تاني. مش ممكن طبعا، مش ممكن، ما لمستش في الايد خالص. يعني لو يعقوب اتحرك شوية، ادي الجماهير السورية بدأت تزيد والله. لكن طبعا هتروح فين ما في وسط الجماهير المصرية، الجماهير المصرية حدث ولا حرج، اعداد يعني في منتهى الروعة. كالعادة في لاعب واقع من المنتخب السوري، وشايفنا اللاعب عبد الناصر حسن بيستعد للنزول، وده لاعب خط وسط برضه. مؤيد الخولي واقع في ارض الملعب، يبدو ان عنده اصابة في الركبة. عموما طبعا بنقول له الف سلامة. واخيرا حسام باولو يعني على طريقة جده، واخر خمس دقائق فقط هيدفع بحسام باولو. يبدو ان هو تبديل هيكون في مغامرة كان مأجله كتير، يعني مش هيطلع عمرو جمال. وادي فعلا عبد الناصر حسن بينزل بديل لمؤيد الخولي. ولسه ما شفناش بقى حسام باولو هينزل مكان مين، هل يا ترى هينزله مكان عمرو جمال؟ ما اعتقدش. ادي الضربات الركنية الكورنرز 7-1، وده يدل على شيء، يدل على السيطرة الكبيرة جدا لمنتخب مصر. 7 ضربات ركنية. هنا بقى هينزل حسام باولو مكان عمرو جمال، مكان عمرو جمال. يا ريت يأجل الضربة الركنية شوية لما ينزل باولو. أحمد عيد، ده كلام مظبوط. أحمد عيد وادي العرضية. يا راجل يا راجل يا راجل، فين فين يا أحمد يعيد؟ عملها عرضية بعيدة جدا جدا، تطول وتبقى ضربة مرمى، وحارس المرمى أحمد مدنية عنده إنذار. عمرو سيد أحمد اللي هو عمرو جمال. هي طبعا بيكتبوا الاسم اللي مكتوب فيه الباسبور. دخلنا في الدقائق الاخيره من عمر اللقاء، النتيجه ما زالت التعادل السلبي بدون اهداف. لسه حتى الان النتيجه دي تصعد بمنتخب مصر، تصعد بمنتخب مصر، ولكن تصعد بمنتخب مصر في المركز الثاني حتى الان. لكن نامل ان منتخب مصر يخطف الثلاث نقاط ويجري، نامل انه يخطف الثلاث نقاط ويجري. منتخب غانا ما زال متقدم على منتخب مالي في الدقيقه 90، 1-0 بنفس الهدف اللي جابه حسام واجيان في الدقيقه 21 من الشوط الاول. اللعبة اللي فاتت يعني مش عارف بقى فيها كلام، لكن عموما مفيش مشكلة. ضربة حرة غير مباشرة، تسلل على منتخب مصر. العسكري، بطولة العالم العسكرية الثانية المقامة
فين؟ المقامة في سلطنة أمان. تعادل سلبي بدون أهداف. منتخب مصر ومنتخب سوريا. وادي انطلاقة لمنتخب مصر وتسديدة لكن مش مظبوطة وبعيدة، مقطوعة على طول. حتى الآن منتخب بولندا متقدم على منتخب كندا 3-1. هذه اللعبة، تشوف اللعبة ونكمل. هذه العرضية من أحمد عيد، معدية الناحية العكسية رجب بكار، يسند كورته عايز يعمل عرضية تاني، عرضية تخبط وترتد على طول المنتخب السوري. وادي انطلاقة لكن يتزحلق محمد رمضان ويطلع الكرة في توقيت مناسب جدا جدا. رمي التماس، تلعب على طول طويلة محمد الواكد، ترجع ورا لمنتخب مصر احمد توفيق. كده منتخب سوريا يبقى عنده 7 نقاط، منتخب مصر 5 نقاط، منتخب بولندا 4 نقاط، ومنتخب كندا لا شيء من النقاط. هو حصلت المجموعة منتخب كندا. نادي محمد الواكد واقف ارض الملعب، طبعا خلاص الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بنلعب فيها دلوقتي، ويعني المباراة تعتبر اكلينيكيا منتهية. منتخب سوريا نجح ان هو دقيقة في دقيقة، ثانية ورا ثانية بيضيع الوقت، وادي 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضايع، بيشير بهم الحكم الرابع زكريا الهناني بناء على قرار من حكم اللقاء يعقوب عبد الباقي. خلاص الوقت الاصلي لزمن المباراة انتهى، دخلنا في الثواني الاولى من ال4 دقائق اللي هي هتكون الفرصة الاخيرة لمنتخب مصر. يعني ملحقش حسام باولو ياخد فرصته في التعبير عن نفسه في التواجد داخل المستطيل الاخضر، لكن كل شيء وارد في كرة القدم، كل شيء ممكن، مفيش حاجة اسمها مستحيل. ومع الجيش المصري كمان اكتر حاجة يقولك ان مفيش مستحيل، من اعظم 10 جيوش على مستوى العالم. منتخب بقى الممثل لهذا الجيش لازم يعرف ان منتخب بيمثل جيش من اعظم 10 جيوش على مستوى العالم، ويستمد ويستحضر هذه الروح افضل جيوش الارض. وادي بقى التبديل، هيخرج محمد الواكد وينزل محمد عقاد. هنشوف بقى محمد عقاد طبعا هيضيعوا الوقت كالعادة ومتعودين على كده، ضيعوا وقت طويل جدا جدا في المباراة، يمكن اكتر من 10-12 دقيقة ضيعهم لاعبي المنتخب السوري واللي منهم اخد انذار. وادي بقى نازل عقاد، محمد عقاد. رمي التماس لمنتخب سوريا العسكري، يلعبها سمير بلال، دي الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضايع. سمير بلال بالقدم اليمنى يعمل عرضية، ضربة الراس عالية في منتهى الخطورة. خلي بالكو لأن هنا بقى لو منتخب سوريا سجل هدف هنتحط في حسبة بيرما، في حسبة بيرما، لأن هيبقى منتخب مصر 4 نقاط ومنتخب بولندا 4 نقاط، واحنا متعدين في مباراتنا مع بعض. ندخل بقى في الأهداف، هم كسبانين 3-1، احنا كسبانين 4-0 وخسرانين 1، هم خسر كده يعني هتبقى مشكلة. لأن خلي بالنا التعادل يعني أفضل من لا شيء، على الأقل هنوصل لدور الثمانية نقابل الجزائر بقى، يبقى يعني ربنا يعدلها في هذه المباراة. أمامية طويلة، ضربة الراس يطلع دفاع، يطلع اللاعب الواكد محمد عقاد اللي نزل مكان الواكد. تحضير لمنتخب مصر، أمامية من نور طويلة ناحية اليمين رجب بكار، تحرك من أحمد الشيخ لكن لعبها رجب تتقطع، يجيبها تاني منتخب مصر. نور السيد أفضل لاعبي منتخب مصر النهارده، نور
احمد عيد عبد الملك، عرضية لحسام باولو اللي بالطبع مش ساحر. خمس دقايق هيعمل ايه؟ طبعا صعبة جدا، خمس دقايق كمان كلهم عصبية وشد عصبي وكلهم التزام دفاعي من المنتخب السوري العسكري، كله تقهقر دفاعي على طول. بكار عرضية داخل المنطقة، وادي على طول لمسة تاني من حسام باولو داخل منطقة الجزاء. هنا فيها كلام يا راجل، فيها كلام يا راجل. حكم اللقاء يعقوب يقول ما فيهاش حاجة. دي الرابعة والاخيرة، وسيطرة من منتخب مصر. حاولة الاخيرة، فرصة الاخيرة، احمد عيد، لمسة من احمد الشيخ. لمين يا شيخ؟ لمين يا شيخ؟ مش لحد ابدا، مقطوعة مرة تانية. محمد عقاد، ولكن عرقلة وإعاقة ومخالفة بدون بطاقة، وضربة حرة لمنتخب سوريا. خلاص نقدر نقول كده ألف مبروك للمنتخب السوري الشقيق، الحصول على النقطة السابعة والمركز الأول في هذه المجموعة، وملاقاة منتخب ألمانيا اللي أضعف كتير جدا من منتخب الجزائر، ومنتخب مصر هيقابل منتخب الجزائر القوي. وأطلق حكم اللقاء يعقوب عبد الباقي صافرة معلنة نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة. مبروك صعود مصر لدور الثمانية في كأس العالم العسكري. سعدت باللقاء مع حضراتكم، المعلق الرياضي رامي بهجت. إلى اللقاء في لقاءات أخرى قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.